كذلك يقول أن في ترجمة الإمام ابن عبد البر في ترجمته في كتاب يقول كان يميل إلى المذهب الشافعي، فما صحة ذلك؟ مدى هذا صحة الذي ذلك؟ ذكره أصحاب التراجم نعم يقولون إنه كان يميل يعني كثيرا إلى المذهب الشافعي، وربما يكون هذا القول يعني يكون سببه أنهم وجدوه كثيرا ما يستدل، يعني يترك المشهور المذهب أحيانا ويستدل بالأدلة، لأنه إمام ابن عبد البر إمام يعني في قضية معرفته بالسنة وما إلى ذلك، ومعرفته بأقوال العلماء. نعم. ومن ذاكر الاستذكار نعم. يعرف يعني سعة علم هذا الرجل. نعم. نعم. فيعني فهو يأتي بالمسألة يعني. نعم. من تاريخ الصحابة الذين يعني كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر العلماء الذين حضرهم، فيعني هو موسوعة هذا الرجل. نعم. ولذلك ربما يظن به أنه اتبع المذهب الفلاني غير مذهبه بسبب يعني هذا الاتساع وهذا التقليد الذي أحيانا يخرج، لكن هو مالكي، ولذلك حتى المتأخرون من المالكية يستدلون به ويرجعون إليه.